علي كرم الله وجهه عليه سلام الله، كان ذات مرة هو والحسن والحسين عليهما السلام رضي الله عنهما وأرضاهما ريحانتا رسول الله من الدنيا، كانوا جلوسا بالقرب من الكعبة المشرفة شرفها الله وزادها بهاء وقدسا، إذا سمعوا رجلا يقول بصوت محزون أسيف ندمان يقول: قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وعين جودك يا قيوم لم تنم، هب لي بجودك فضل العفو عن زللي، يا من إليه رجاء الخلق في الحرم، إن كان جودك لا يرجوه ذو خطأ فمن يجود على العاصين بالنعم. فقال علي: اطلبا لي الرجل فإن له شأنا وحكاية. فأتياه فقال: أجب أمير المؤمنين، هذا في خلافة علي عليه السلام، أجب أمير المؤمنين. قاله: قد سمعت مقالتك، فما هي حكايتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، قد كنت رجلا مسرفا على نفسي، أتعاطى المسكرات والموبقات لا أرعوي، وكان لي أب صالح يعظني ويزجرني فلا أتعظ ولا أنزجر. فقال لي يوما وبالغ في موعظته: يا بني، إن لله سطوات ونقمات، وما هي من الظالمين ببعيد. قال: فأغضبني فضربته، والعياذ بالله، الشقي ضرب أباه، يأمره وينهاه، ضرب أباه. قال: فآلى على نفسه أن يدعو علي عند بيت الله، فركب وأتى الكعبة المشرفة ودعا علي. قال: فقمت من نومي وقد جف شقي، يصيب به بالشلل النصفي، شقه كله مشلول فوق إلى تحت، شلل نصفي. قال: وقد جف إيه؟ وقد جف شقي. قاله علي ثم قال: فلم أزل به أترضاه، لم أزل به أترضاه حتى رضي وضمن لي أن يدعو لي حيث دعا علي. فقال له علي: الله. فقال: يا مؤمن، والله ما كذبت عليك، هو أراد ذلك. قال: يا أخي، رضي الله عنك إن كان أبوك رضي عنك. هذا نقوله لمن يعق أمه وأباه أو أحدهما. سبب من أعظم أسباب التوفيق والإسعاد في الدنيا بر الوالدين، من أعظم الأسباب على الإطلاق إخواني والله العظيم، بعد رضا الله تبارك وتعالى. ويكمل رضا الله في شطر عظيم منه في رضا الوالدين، رضاه في رضاهما، خاصة إذا كان مسلمين صالحين كريمين. يقول الراوي: فقام الإمام علي فتوضأ ثم صلى ركعات. تعلموا هذا يا إخواني وأنا معكم أيضا وأخواتي، تعلموا إذا أردتم أن يستجاب لكم لا تدعوا هكذا كأنه ما شاء الله السماء برسم فقط، إيه أن تلبي لكل من هب ودب، لا، وقبل قليل كنا في معصية وبعد قليل في معصية، لا لا، ليس هكذا، إنما توبة صادقة ثم إيتوا من الأعمال الصالحة كالصدقات كالصلاة كالقرآن. أيها الإخوة، ما تشعرون أن القلب رق معه، صلي ركعتين، فإن رق فادعوا، فإن لم يرق زد إيه؟ إلى 4 إلى 6 إلى 8 إلى 10 إلى 20 إلى 40 حتى تشعر أن القلب رق، تذلل إلى الله. هذا معنى أن علي عليه السلام صلى ركعات، الله أعلم بعدتها، صلى ركعات ثم رفع يديه يدعو بدعوات يسرها إلى الله تعالى. دعا ثم قال له: يا ميمون قم. الرجل لا يستطيع أن يقوم ومشلول، فقام الرجل ليس به شيء. فقال له علي عليه السلام: لو لم تحلف لي أن أباك رضي عنك ما دعوت لك، تستحق ما أصابك، لكن بما أنه رضي عنك فهكذا. هذه كرامة من أبهر وأعجب الكرامات لأبي الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الإخوة، لماذا نتحدث بهذا الحديث؟ لماذا نذكر بهذه الأشياء التي يعرفها كل عالم وكل طالب علم؟ أيها الإخوة،
للمعنى الذي ذكرته في أول الخطبة أيها الأخوة، حتى نحذر من غلبت الغفلة على قلوبهم أيها الأخوة، وأيضاً ظناً بديننا هذا أن يفرغ من روحه وجوهره وأن يستحيل إلى عقلنا ومنطقة أيها الإخوة وفلسفة، وبعد ذلك يزول هذا الدين ونندم حيث لا ينفع الندم. طبعاً دين الله محفوظ، لا يمكن أن يزول بالكلية، بس أنا أقول لكم يمكن أن يزول عن كثيرين من هذه الأمة، يرى نفسه في النهاية خائف. وياما كأي من حكاية، لا أحب أن أطول عليكم، كأي من حكاية يتصل بي أخ وأخت يقول لي كنت في البداية كذا كذا كذا، فلم أزل وأنا الآن شاك في أمر ربي، إي والله هكذا ما زدت علي. يبدأ بأشياء بسيطة ويقول لي وهكذا بعد كذا سنة، أو أحدهم من قريب قال لي بعد سنة قال أنا الآن انتهيت إلى أن أشك في ربي هل هو موجود أو غير موجود. تفضل تفضل، دين المنطق والعقل والفلسفة والمادة والإنجاز ما شاء الله والتفكير العلمي المنضبط، لكن الدين الذي يكون برهانه فيه ومنه لا يزول يزداد بإذن الله تبارك وتعالى. صحيح؟ دين العلاقة الخاصة بالله، دين العلاقة الخاصة بالله، دين الولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يقول لهم البشرى في الحياة الدنيا، أي بشرى؟ الكرامات من ضمن المبشرات يا إخواني. بعض الناس يشغبون يشغبون، يقول لا هناك من لا يصلي ولا يصوم وليس أي بالصالح ولا بالمحسن ولكن تظهر عليه الكرامات. من قال لك أنها كرامات؟ علماؤنا فصلوا من قديم وقالوا، وبه أختم، قالوا خوارق العادات سبعة، سبعة أنواع، سبعة ألوان، سبعة صنوف، سبعة ضروب أو أضرب. هناك المعجزة، المعجزة مقرونة بدعوة النبوة وبالتحدي وتسلم من المعارضة لا تكون إلا نبي أو رسول، وهناك الإرهاص، الإرهاص هو ما يتقدم نبوة النبي أيها الإخوة، بعثة النبي كالمقدمة لكي يطمئنه ويطمئن من حوله ممن سبقت لهم يا الله السعادة أنه نبي حقا ورسول صدقا. اسمه هذا الإرهاص، مثل حادثة الفيل أيام مولد رسول، هذه إرهاص، إرهاص بنبوته. ومثل ما يؤثر والله أعلم بحقيقة ذلك من وقوع بعض الخوارق أيها الإخوة أيضا ساعة ميلاده عليه الصلاة وأفضل السلام إيوان كسرى وبحيرة ساوى وكذا إلى آخره، هذه إرهاصات اسمها إرهاصات المعجزة والإرهاص. وهناك الكرامة، الكرامة لا تكون إلا لعبد ظاهر الصلاح على قدم المتابعة للمعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام، متمسك بأهداب الشريعة وأذيالها، هذه الكرامة، ولا تقترن بدعوى النبوة، مستحيل، هذه معجزة، هذه كرامة وما يقع فيها تحدي، وتكون لحجة أو لحاجة، لحجة أو لحاجة. فإن لم تكن لحجة ولا لحاجة كره الأولياء كلهم والعلماء جميعا إظهارها، لا تظهر، لابد أن تكتمها. انتبهوا، لا تحسبوا أن الأولياء إذا أكرمهم الله يجلسون يحدثون الناس بكراماتهم، ممنوع، لا يتحدثون ولا تظهر إلا لماما لحجة أو لحاجة، بشارة أو نذارة، هذه الكرامة. أربعة أو رابعا هناك المعونة. ما هي المعونة؟ أمر خارق للعادة لا يكون لولي ظاهر الصلاح، بل تكون لعموم المسلمين، لإنسان من عموم المسلمين، من عرض المسلمين، إن جاء لهم المعاطب والمهالك مثلا، اسمها المعونة هذه. ويحصل هذا للأسف، بعض الجهل يقول لك الله أكرمني بكرامة، لست من أولياء الله يا أخي، أنت تعرف نفسك، أنت حتى لا تحافظ على الصلوات في أوقاتها وتفعل بعض الكبائر وتغتاب الناس، تقول لي كرامة، لست من الأولياء، هذه اسمها معونة، والله قد يعين أي واحد من المسلمين والمسلمات إذا شاء تبارك وتعالى، ينجيه من مصيبة، من ملمة، من معطبة، من مهلكة، هذا اسمها المعونة. العلماء فرقوا بين الكرامة والمعونة، هذه اسمها المعونة. خامساً هناك المكر والاستهزاء والاستدراج، الذي قال فيه الإمام علي كرم الله وجهه: إذا رأيتم الرجل مقيماً على معصية الله ورأيتم نعم الله تتوالى عليه فاعلموا أنه ممكور به، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا مكر، يقول لك الحمد لله لو لم أكن عند الله مقبولاً رضياً مرضياً من عباد الله الصالحين ما أكرمني الله بهذه الكرامات. نقول له هذا مكر يا مسكين، مكر حتى يكبك على وجهك في نار جهنم، استيقظ، قم من غفلتك يا مغرور، هذا غرور ما غرك بربك الكريم.
ما خدعك؟ الغرور هو الخديعة. ما الذي خدعك بالله؟ الجهل، غره جهله. هذا اسمه إيه؟ المكر والاستهزاء والسخرية. وهناك الاحتقار والإهانة حين يدعي أحدهم أيها الإخوة أنه نبي الرسول كمسيلمة لعنة الله تعالى عليه، ها؟ ويشاء الله تبارك وتعالى أن يظهر خارقة، لكن هذه الخارقة تأتي على عكس ما ادعى. هي خارقة، خارقة من خوارق العادات فعلا، شيء غير عادي، لكن على عكس دعوة إهانة له واحتقارا. جاءه مرة رجل وقد رمدت عيناه فتفل بها، يا أحمد يا رسول الله، النبي كان يتفل ترجع ما شاء الله، كما في حديث علي في خيبر في الصحيحين، فتفل في عينه فعمي الرجل مباشرة. خارقة، مفروض البصاق لا يعمي، عمي مباشرة، هذه خارقة، لكن احتقارا له وإهانة. يقول الإمام الطبري في تاريخه، أتاه جماعة من بني حنيف فقال له: أيها النبي، أيها الرسول، محمد يأتي بالأحاجيب. قال: مثل ماذا؟ قال: محمد يؤثر عنه، معروف هذا، ثابت هذا، مقطوع به، أنه أتى إلى بئر ناس ليس فيها إلا قليل ماء آسن، فأخذ من مائها فمج فيه ثم أعاده ففاضت، فهي من أكثر العيون فيضانا. قال: ما في مشكلة، أفعل مثله. ففعل مثله فغارت عيونهم، كل الماء ذهب. خارقة، هذه خارقة من الخوارق طبعا، الإنسان يبصق في بئر تغور الماء بالكامل، هذه خارقة، لكنها ليست كرامة، ولكنها احتقار وإهانة. هذا النمط السادس. النمط السابع والأخير، احفظوا، هي الخوارق الفاسدة، مجرد تخييل وإيهام، مثل الشعبذة، خفة اليد، أنواع من الخدع، مثل ديفيد كوبرفيلد وأمثاله، خدع يعترفون، يقول هذا خدع، كلها خدع علمية أو كذا لآخره، أو خفة يد، ومثل السحر، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وفي الحقيقة هي لا تسعى. هذه خوارق لكنها فاسدة، ليست خوارق حقيقية، لم يقع فيها شيء في البين. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا الدين وأن تفقهنا في التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك الأغر الأزهر أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا عبادك المهضومين المظلومين المضطهدين في بلاد الله أجمعين، في اليمن وسوريا وليبيا وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم أنزل بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين على كل من أجرم في حقهم وفي حق الدين. اللهم اجدد وطأتك عليهم وأرنا فيهم تعجيب قدرتك بقوتك وعزتك، يا قوي يا عزيز يا متين يا جبار يا قهار، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو العزيز الحكيم. اللهم اغفر لنا في هذا الشهر الكريم، وارحمنا رحمة واسعة، وعف على آثارنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأعتق فيه رقابنا من نار جهنم، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذرارينا والمسلمين والمسلمات معنا بفضلك ومنك أجمعين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.